أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول في هذه الدقائق المعدودات أن نتحدث عن موضوع سبق وأن وعدنا به في الأسبوع الماضي، وهو كيف ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل. أعمالنا تعرض على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وكل بنا ملكين كريمين، رقيب وعتيد. قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال في آية أخرى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة الكرام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بالعبد يكتبون ويحصون أعماله صغيرها وكبيرها، ثم تعرض على الله سبحانه وتعالى. كيف تعرض هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى؟ تجيبنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية عرض أعمال العبد على الله عز وجل. هناك تقرير يومي، تقرير يومي مفصل حول كل يعني أي حاجة يعني يعملها الإنسان، سواء كانت خير أو كانت غير ذلك، تعرض على الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قام فينا رسولنا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الحديث رواه مسلم. محل الشاهد في هذا الحديث: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. في حديث يعني كيف يرفع هذا العمل؟ قال الإمام المناوي رحمه الله، قال: يرفع عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع عمل الليل في أول النهار الذي بعده. أي ملائكة النهار في آخر النهار وأول الليل بعد العصر. أن هناك حديث آخر تحدث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يا سعد، هنيئا لمن كان في يعني محافظا على الصلاة عموما، وفي هذين الوقتين على وجه الخصوص. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن هؤلاء الملائكة الكرام يجتمعون إلى الله سبحانه وتعالى. ملائكة النهار في أول الليل يرفعون عمل النهار، وملائكة الليل في أول النهار الموالي يأخذون عمل الليل ويعرض على الله سبحانه وتعالى. تقرير آخر، هو تقرير أعم من الأول، هو تقرير يومي الاثنين ويوم الخميس. هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم، قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك، لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخي شحناء، فيقول: اتركه، وفي رواية: أنظروا هذين حتى يصطلحا. الحديث رواه مسلم. التقرير الثاني المفصل هو تقرير يوم الاثنين وتقرير يوم الخميس، وهو أعم من الأول، أعم من الأول. الله سبحانه وتعالى يغفر لكل تائب. حتى يغفر الله سبحانه وتعالى، قال: فيغفر الله عز وجل لمن لا يشرك بالله شيئا. يعني إذا تاب واستغفر وعاد وأناب، إلا اثنين: المشرك والمشاحن.
المشرك والمشاحن. الله سبحانه وتعالى دائما يريدنا أن نكون إخوة. للأسف كثير من الناس يأخذون هذا يعني محمل العلاقات الاجتماعية بين المسلمين يعني مأخذا يعني سهلا وهينا، يعني تكون بينه وبين أخي شحناء يا كونفلي يعني بيناتهم، يعني أوليو يروح يرقليو هذا المشكل هذا، اللي غلط يطلب السماح واللي تغلط يعني يسامح، يتركون هذا المشكل. ولكن أعمالك سوف تكون يعني تتوقف، لا تعرض على الله سبحانه وتعالى. يومي الاثنين ويوم الخميس للمشرك هذا كباين والمشاحن. كذلك ليلة النصف من شعبان هناك يعني تقرير آخر أعم من الأول والثاني، تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل على يعني صيام الاثنين والخميس قال فيهما تعرض الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي أو يرفع عملي وأنا صائم. ولما سئل كذلك عن صيام شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك في حديث آخر إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر، يطلع على أعمال عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. هذان الذنبان هما ما قد يمنع يعني رفع أو نظر الله سبحانه وتعالى إلى عمل هذا العبد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمرون صحائفهم بالأعمال الصالحة، بالبر، بالتسامح، بإصلاح ذات البين، بالصدق في القول، بالإخلاص في العمل، وبالتوبة النصوح إذا كان ذلك ذنب. إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.